أكد رئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمرو الفقي، أكد أن الفترة الإعداد لمهرجان العالمين استغرقت 3 أشهر. وخلال تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية، أوضح الفقي أن المهرجان سوف يشهد العديد من الفعاليات للحضور. احنا عندنا السنة دي عندنا مسرح ان شاء الله، وعندنا حفلات غنائية كتير، وعندنا فعاليات رياضية، وعندنا البطولة العربية للجودو هتتلعب هنا ضمن مهرجان العالمين، وعندنا جايبين دي جيز من برا، وجايبين يعني، وعندنا انترتينمنت على البيتش على مدار الشهر في الويك اندز بالذات. احنا مش عايزين العالمين السنة دي ان شاء الله هتشوفيها بمظهر جميل جدا. المهرجان حجمه كبير جدا، وعشان كده احنا معانا شركاء كتير في المهرجان. احنا مهم بالنسبة لنا ان السنة دي النسخة الاولى منه تطلع فيها تميز عشان نبني عليها للسنة الجاية، فتركيزنا كله انه في الصيف السنة دي. احنا ابتدينا من حوالي 3 اشهر التخطيط والتنظيم للمهرجان. مدينة العالمين مدينة مبهرة جدا، وفعلا احنا بنشوفها لما دخلنا وشفنا من جوه الموضوع عامل ازاي، هي حاجة فعلا لازم نفتخر بيها ونوريها للعالم كله. ودي حملة تسويقية للمهرجان، ومنكلم فيها العالم كله من هنا، بنوريهم قد ايه، والناس كل واحد عنده الانترست بتاعته المختلفة. ففي حد بيتابع الكورة فمعمول له حاجة، اللي بيتابع البادل معمول له حاجة، اللي عايز يتفرج على فنانين في فنانين، المغنيين في حفلات غناء في، فهي عاملة كوكتيل that is going to be very attractive لأي حد برا مصر بيتفرج أو حتى المصريين. الموضوع مبهر جدا والإيفنت كبير قوي. إحنا السنة دي مشاركين بعدد سباقات كبير في المهرجان أول سنة، وده بالنسبة لنا خطوة كبيرة جدا، مش بس لينا ككايرو، لمجتمع التأديف كله، أنه كمية الأضواء اللي هتبقى مسلطة على التأديف والشعبية بتاعة اللعبة يعني حاجة بروميسينج، فدي بالنسبة لنا خطوة كبيرة جدا. السباقات بتاعتنا مش هتكون بس محترفين، هيكون لأول مرة بتقام فعاليات بطولة الجمهورية لتأديف شواطئ سرعات معنا برضو في المهرجان بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأديف. فإحنا في حاجات كتيرة قوي بتحصل لأول مرة، مدينة العالمين والبحر المتوسط، حاجات كتيرة ما حصلتش قبل كده، فإحنا متحمسين جدا يعني.